المخالفون ينسبون إلى أو ينسبون المدرسة الشيعية إلى عبد الله بن سبأ، فمن هو عبد الله بن سبأ؟ الشخصية هذه شخصية أسطورية خرافية حسب التحقيقات العلمية، ويكفي في الحكم بأنها شخصية مختلقة أننا لم نسمع عنها شيئا طوال قرن ونصف من أول العهد الإسلامي إلى ما بعد 150 سنة، يعني قرن ونصف، ولا واحد من المؤرخين ولا واحد من المحدثين، لا نجد أي أثر لهذه الشخصية على الإطلاق. على الإطلاق هم كما يزعمون أن هذه الشخصية هي التي ابتدعت التشيع. كيف؟ يقولون أنه كان عبارة عن رجل يهودي يمني جاء من اليمن وتغلغل في مجتمع ما يسمونه الصحابة، حتى أفسد بعضهم وأفسد بعض التابعين، واختلق قضية أن عليا صلوات الله عليه وصي محمد صلى الله عليه وآله، هكذا. ومن هنا تكون التشيع، أو كون الشيعة القول بالإمامة، القول بالوصية، القول بالرجعة، القول بالعقائد الشيعية. زين؟ وأنه هو الذي حرض على قتل عثمان، راح إلى مصر وهناك حرضهم على قتل عثمان إلى أن جاءوا بالفعل وقتلوا عثمان لعنه الله. فالكلام أنه إذا كان لهذه الشخصية هذا الدور المحوري الهائل، كيف لا نجد أي أثر لذلك في الروايات القديمة على الإطلاق؟ بعد 150 سنة يطلع لنا واحد أموي، يعني هواه هوى بني أمية، اسمه سيف بن عمر، هم سيف وهم عمر. فهذا الرجل زين هو الذي جاء بأكذوبة عبد الله بن سبأ، أنه كان أكو عبد الله بن سبأ وهالشكل سوى وهالشكل سوى. إذا كانت أكو هنالك شخصية من هذا القبيل استطاعت أن تجيش الجيوش حتى يقتلوا عثمان، استطاع أن يجعل المهاجرين والأنصار تحت زعامته، يعني هو الذي غسل أدمغتهم، غسل دماغ عمار بن ياسر فجعله مؤمنا بإمامة علي، غسل دماغ أبي ذر الغفاري فجعله مؤمنا بإمامة علي، غسل دماغ المالك الأشتر مثلا جعله كذا. فإذا هذه شخصية يجب أن تكون في موقع بارز جدا لا يختلف عليها اثنان، ونجد عشرات الروايات والأحاديث وشواهد التاريخ التي تذكر قصصه وكيف تحدث معهم وماذا قال لهم وماذا قالوا له، يعني يبين يظهر. بعدين تظهر أنه شخصية هذه يعني بالفعل شخصية سوبرمان، يعني الرجل اللي يتمكن أنه كل هالعالم يأثر عليهم، وهو للتو قد أسلم، يعني جاء من بره، الآن أسلم، جاء من اليمن وفجأة كل هالعالم آمنوا بما يقول. إما هو شخصية سوبرمان، إما ذولا مطاية يطلعون اللي لهالدرجة يعني يعتقدون بهذا الشخص وما يقوله. لا، بعد 150 سنة جاء بني أمية، أرادوا أن يسيئوا إلى التشيع بنحو من الأنحاء، فجاء هذا سيف بن عمر المؤرخ من مؤرخي البلاط، يعني البلاط الأموي، و زعم أنه إيه كانت هنالك شخصية هكذا جاءت من اليمن، وهو اسمه عبد الله بن سبأ وابن السوداء أيضا، وهو الذي استطاع أن يخلق التشيع وجعل فيه أفكارا يهودية، هكذا يزعمون. والحال أنه إذا حققوا لا يجدون قائلا بهذا أبدا طوال 150 سنة. بعد 150 سنة من الذي قاله؟ شخص واحد فقط. يعني معقولة شخصية تلعب كل هذه الأدوار ما نجد إلا راوي واحد فقط ومشكوك في أمانته، فقط هو هذا اللي يروي حول هذا الموضوع؟ فمن هذا اللعين، هذا سيف بن عمر، جاء البقية من المخالفين أخذوا عنه. فيأتيك ابن تيمية وشنو ويقول ويذكر قضية عبد الله بن سبأ وينسبها إلى التشيع، ومرجعه في ذلك يكون ماذا؟
هو هذا الراوي أو المؤرخ المقدوح فيه. لاحظتم؟ فالقضية هكذا، هم في الواقع أرادوا أن ينقلوا الكرة إلى ملعبنا إنجاز التعبير، لأن هم دينهم بالأصل تكون من قبل جذور يهودية، فيريدون أن يقولوا دينكم أنتم تكون من جذور يهودية. هذا الأمر أثبتناه نحن في محاضراتنا كيف زيف الإسلام وغيره، أنه كيف ما يسمى بأهل السنة والجماعة المذهب السني على تعبيرهم، هذا في الواقع مذهب يهودي أصله يرجع إلى كعب الأحبار، تعاليم كعب الأحبار وتعاليم عمر بن الخطاب التي أخذها من اليهود لما كان يحضر عندهم في كل يوم سبت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، يترك رسول الله الذي يوحى إليه ويذهب لليهود ليتعلم منهم. وطالما رسول الله نهره وقال له أمتهوكون أنتم يا عمر بن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى، نهره أكثر من مرة، قام في الناس خطيبا لأنه أغضب رسول الله، لأنه أراد أن يحرف الدين الإسلامي، يخبط يجعل في الدين الإسلامي أفكار ثقافية يهودية، يعني ثقافة يهودية ينشر في الدين الإسلامي. وإذا تتبع عقائدهم بالفعل تجدها ذات جذور يهودية، القول بالتجسيم أن الله جسم، هذه عقيدة اليهود. نسبة القبيح إلى الله وأن الله يظلم، عقيدة يهودية. كثير من الأمور، القول بأن النار مخلوقة، عفوا أن النار لم تخلق أو مخلوقة، هسه ما أتذكر بالضبط، هذه أيضا من العقائد اليهودية وغيرها وغيرها وغيرها. أنه كثير من الأمور تجدها ترجع إلى الثقافة اليهودية، الجذور اليهودية. نحن في المقابل أخذنا المنبع الصافي، منبع أهل البيت عليهم السلام، فأرادوا أن ماذا؟ أن يرموننا بما فيهم. جاء هذا سيف بن عمر وغيره من الوضاع، جاءوا ووضعوا هذه الروايات المكذوبة حتى يسيئوا إلى التشيع العظيم ويقولوا هو أصله يهودي، وإلا لا أصل لذلك في ذلك على الإطلاق، لا أصل لذلك على الإطلاق. زين شيخنا، هل هناك روايات من مصادرنا، مصادر الشيعة، حول شخصية عبد الله بن سبأ؟ نعم، رويت بعض الروايات في مصادرنا. تذكر أن عبد الله بن سبأ كان له وجود، وأنه غالى في علي صلوات الله عليه وادعى ألوهيته، ادعى ألوهية علي صلوات الله عليه، و علي عليه السلام أخذه هو وجمعا من أصحابه وحفر لهم حفيرة وأحرقهم بالنار. أكو هكذا شيء، لكن هذا الأمر يعني في بعض تحقيقاتنا أنه لم يثبت، بل ربما تكون هذه الروايات مما يعني اختلق من أجل إثبات وجود هذه الشخصية، أو أنها على ما يبدو لدي أنه كان هنالك شيء ما، شخصية ما غالت في علي وادعت ألوهيته، هذا ثابت في التاريخ أن جماعة قالوا أن عليا هو الإله وأن عليا صلوات الله عليه عاقبهم، لكن لم يكن هؤلاء يعني واحدا منهم هو عبد الله بن سبأ ذو هذا الدور الأسطوري الذي يعني يذكره المخالفون عنه. يعني إذا صح وجوده فهو فقط منحصر في هذه الجزئية، أنه ادعى أن عليا رب إله وعوقب فقط، أما أنه هو الذي جاء وجيش الناس وجعلهم يقتلون عثمان وهو الذي أظهر القول بالإمامة والوصية وما أشبه ذلك، فهذا يكون مبالغ فيه، يكون من الأمور التي بولغ فيها كثيرا. على أنه نحن أساسا نتوقف في قضية نسبة الحرق بالنار إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ونرى أنه لعل هذا الأمر يعني نسب إلى علي لتبرير جريمة أبي بكر في حرق الناس بالنار، وإلا لن نرى أنه الحرق بالنار لا يكون يعني لا يصدر من رسولنا وأئمتنا صلوات الله عليه. وهذا طبعا له بحث فقهي يعني خاص، لأنه يجب أن يبحث أنه هل من جملة العقوبات في الإسلام الحرق بالنار أم لا، يعني هذا بحث أكو موجود في هذا الخصوص.
أيضا أشير إلى نقطة هنا، أنه بعض المحققين يقولون أن عبد الله بن سبأ هذا هو عمار بن ياسر، لأن خصوم التشيع وخصوم شيعة علي، وباعتبار عمار بن ياسر كان من كبار شيعة علي صلوات الله عليه، وهو بالفعل كان من أكابر الذين أنكروا على عثمان وحرضوا ضده، وهو من الذين وطدوا الأمر لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهما، وجاهد بين يدي علي ضد عائشة في معركة الجمل، ضد معاوية في معركة صفين، إلى أن قتل شهيدا هناك رضوان الله تعالى عليه. فعمار بن ياسر هنالك قراءن يقولون أنه من الأحداث التي رسموها لعبد الله بن سبأ هذا، أنه هذه الأحداث هي التي قام بها، من قام بها فعليا هو عمار بن ياسر. طيب لما أسموه بعبد الله بن سبأ؟ يقولون كعادة الخصوم من العرب، أنهم كانوا حينما يريدون أن يحقروا شخصا من أعدائهم يبتدعون له اسما معينا. يقولون هو أخو عبد الله، عبد الله لا شك، ابن سبأ لأنه أحد أجداده كان اسمه سبأ، وعبد الله وعفوا عمار أصله يمني، أصله يمني صحيح، كان من أهل مكة لكن والده مهاجر من اليمن فأصله يمني. وابن السوداء يقول هذا بعد تمام الانطباق، لأنه عمار بن ياسر في كثير من الروايات عندنا قبل سيف بن عمر، هذا طوال ال150 سنة نجد أنه عثمان لما كان يتشابك لفظيا مع عمار كان يقول له يا ابن السوداء، لأن أمه كانت سوداء بالفعل، سمية سلام الله عليها أول شهيدة في الإسلام، زين كانت سوداء بالفعل، لا يضر الإنسان يكون أبيض أو أسود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكان يسمونه ابن السوداء. عمرو بن العاص كان يقول له ابن السوداء، معاوية كان يقول له ابن السوداء، طلحة والزبير نفس الشيء، فيقولون إيش عجب، هذا ابن السوداء وهذا ابن السوداء، وهذا ابن سبأ وهذا ابن سبأ، فيقولون إذا أكو هم أرادوا أن يعني يعنوا عمار بن ياسر فأسموه هذا الاسم يعني، ونسبوا إليه هذه الأمور.